مرحبا، يسعد صباحكم كل أوقاتكم متابعيني الكرام. وصفتنا اليوم دجاج مسحب، كتير طيب ورهيب. ولاحظوا كيف بينسحب العظم بكل سهولة. الدجاج مستوي ودايب ذوبان، عن جد كتير كتير طيب. وحتى البطاطا خيال، تابعوا معي الطريقة لتحصلوا على هالنتيجة الروعة. المقادير على الشاشة بتلاقوهم صندوق الوصف. كمان رح نحتاج لدجاجة وزنها كيلو 200 جرام، مغسولة ومنقوعة بالمي والخل والملح لمدة ساعة. منقطع الصدر بالنص، طبعا رح تحتاجوا لسكينة حد شوي. وطبعا اللي بيحب يسحب الدجاج من العظم بصير، وممكن تبقى كمان بهالشكل. انا بفضلها بهالشكل لاني بيطلع شكلها احلى بعد الشوية. ومنقلبها ونضغط عليها حتى ينكسر العظم تماما وتنفرد الدجاجة معنا بشكل مسطح. وهلا منجرح الدجاجة بالسكين حتى تتشرب التتبيلة كلها. ونضغط عليها مرة تانية حتى تنفرد بالكامل. وهيك صارت تمام. هلأ منحط بوعاء عصير ليمونتين، منضيف عليهم ربع كوب خل، وربع كوب زيت زيتون، وثلاث أو أربع معالق معجون طماطم، ملعقة كبيرة ثوم محروس، ملعقة كبيرة دبس فليفلة حار أو حلو حسب الرغبة، وملعقة أو ملعقة ونص كبيرة ملح، وملعقة كبيرة كزبرة يابسة وسماق، وملعقة صغيرة من فلفل أسود وبابريكا وكاري وبودرة ثوم، ونص ملعقة صغيرة فلفل أبيض، وعدة حبات فلفل أسود وعود قرفة. ومنضيف عليهم 3 أكواب ماء. ومنخلط. هلأ منحط الدجاجة ومنغطسها بالتتبيلة كتير منيح. مندخلها البراد لمدة ساعتين حتى تتشرب التتبيلة. بعد ساعتين منطلعها من البراد ومنحطها على طرف. ومنحط بصينية الفرن خضار مقطعة بحجم كبير، وهي عبارة عن 3 حبات جزر وثلاث حبات بطاطا وحبة بصل وحبة فلفل أحمر وحبة فلفل أخضر وفطر، طبعا كمية الفطر والخضار حسب الرغبة. طبعا بنخلط الخضار شوي، ومنحط الدجاجة فوق الخضار وبنفردها بشكل مسطح. وهيك صارت تمام. هلأ منحط التتبيلة فوق الدجاج وفوق الخضار. ومنضيف كوب ماء إذا كانت السوائل قليلة. ومنحط رشة من الكزبرة اليابسة. ورشة من السماق. ومنغطي الصينية بالقصدير.
وندخل الفرن على الرف الأول على أعلى درجة حرارة. الفرن شغال من تحت بس، ونتركها لمدة ساعة بالبداية. بعد ساعة منشيل القصدير شوي شوي حتى ما تحترق ايدينا. ومنتركها ساعة او اكتر شوي حتى تتحمر وتستوي تماما. ومنسقي الدجاجة مرتين او ثلاثة من السوائل اللي فيها. وهيك صارت تمام وتحمرت، والريحة بتاخد العقل وبتتزين بالبقدونس وبتتقدم. وصحة وألف عافية. وهيك خلص الفيديو لليوم، بتمنى يكون عجبكن، ولا تنسوني من الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، وشوفكم فيديو جديد. يلا باي باي.